مرحبا اصدقائي، كيفكن؟ سانسيفيريا هاي اللي بتجي لها لون من هون، هي بتجي بلا لون، اوكي؟ ما في شيء اسمه ملون، هن بحطوا لكم ديكور عليها اشياء ملونه، شوفوا. اوكي؟ هي بتكون هيك وبيرجعوا بحطوا لها هيك، هيدي مثل نوع من القماش، يعني شوفوا حتى تتاكدوا. شوفوا اوكي، هيدا ديكور ما بيجي معه، ما بيخلق معه، ما بينبط معه، هيدا هن بحطوه اد اون. بس حبيت وضح لكم هيدا الشيء لانه في ناس مفكرين انه بتجي هيك خلقه. anyway كتير حلوين، منو غش، لا كتير حلوين، شكلهم حلو وديكور كتير حلو للبيت. بس انه الفكرة انه هن بيجوا هيك اصلا، من عائلة جلد النمر. هيدي اسمها سانسيفيريا سيلندريكا، هي بتخلف هيك شكلها، بشلوها هن بقصوا وبشكوها بتطلع عنا مطاولة. بس هي شوفوا كيف بتخلف، لما بدكم تشترون اشتروهم مخلفين حتى تتأكدوا انه صحتها منيحة ورح يمشي الحال عندكم. شوفوا كيف بتخلف، اوكي؟ وحتى هول الملونين عاملين خلفات.